وللحديث عن الموضوع نربط الاتصال مباشرة بالمكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن السيد أحمد مدني. مساء الخير وأهلا بك سيدي. سيد مدني هل أنت في الاستماع؟ نعم، مساء الخير سيدي. مساء النور. إذن في الأول سيدي الفاضل لو نتحدث عن مكتتبو عدل واحد وما وتسليم قرار التخصيص المسبق لسكناتهم، البعض من الأوساط الإعلامية تعتبر أن العملية تسير على نحو التقطير أو عملية ربما شبيهة بالتقطير، ربما هي في عطل، لماذا؟ أولا وقبل كل شيء أود أن أقدم شكري الجزير لقناتكم الموقرة ومن خلالكم إلى كل مكتتبي برنامج عدل واحد، وكذلك نقدم لهم التهنئة بمناسبتني لهم مقررات الاستفادة المسبقة وعن صبرهم الطويل. العملية هي عملية تنظيمية وعملية يعني تشهد سير سلس بالنظر للوسائل اللوجستية التي حضرت لهذه العملية من إمكانيات مادية وإمكانيات بشرية. الإمكانيات البشرية اللي تمثل في الطاقم البشري الشاب الذي يعمل ليل نهار على إراحة المواطن حتى يستقبل استقبالا حسنا. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك العملية مرت بشفافية مطلقة، وأؤكد بأنها لأول مرة وتعتبر سابقة عندما ترتب قوائم المكتتبين في هذه الصيغة بمحضرين قضائيين وتحت رقابة وإشراف محضرين قضائيين. هذا من جهة. من جهة أخرى العملية هي تنظيمية، قلت تنظيمية على أساس عندما ندرج كل الأسماء مرة واحدة دفعة واحدة أعتقد أن الموقع سيقع له اختناق كبير وكبير جدا، وبالتالي راح يعني صعب على المواطن من أجل الولوج للموقع الإلكتروني. حاجة نطمئن بها كل المكتتبين أن العملية عملية تدريجية، يعني صب الأسماء صب تدريجي في الموقع الإلكتروني، ولكن ما أؤكد عليه وكذلك أطمئن كل المكتتبين بأن كل الذين يعني لهم الشرعية في هذا المجال ويحوزون على الاكتتاب في صيغة برنامج عدل واحد واثنين ستدرج أسماءهم في الأسماء في الأيام القادمة وعبر مواعيد محددة دون انتظار. طيب سيد مدني، فقط ربما قد أشرتم فيما سبق إلى أن طعون بالنسبة لمكتتبي عدل واحد مرفوضة، لماذا يا ترى؟ طبيعي، أنا مادام أنا قلت بلي العملية هي عملية مرت بطريقة شفافة وشفافة جدا بحيث الاستبعاد العنصر البشري، يعني من العملية هو التعامل الآلي الإلكتروني مع المرتبين الأوائل الذين سجلوا من الأول، يعني الترتيب واحد اثنين ثلاثة إلى غاية كل المكتتبين. فعندما يحتج أي كان والاحتجاج غالبا ما تصب حول المواقع. المواقع وهذا يعني صراحة عندما يكون موقع مثلا يسع، موقع سكني يسع إلى 2000 مكتتب، هل من الممكن أن يستجيب هذا الموقع ل20,000 راغب في هذا الموقع؟ أبدا. المرور إلى رغبات أخرى متتالية، المرور إلى الرغبات المتتالية. ونزيد نأكد حاجة أخرى أن كل هؤلاء المكتتبين هم داخل العاصمة، يعني يسكنون داخل العاصمة في ضواحيها وفي كذا، وبالتالي نطلب من كل مكتتبين التفاهم، وكذلك عندما لا يريد أن يسبقوا واحد آخر مثلا هو مرتب مثلا 15 والآخر يسبقوا لي في مثلا مرتب 20 ما يقبلش هو حتى نفسه ما يقبلهاش، وبالتالي ما يقبلهاش لغيره. طيب سؤال أخير فقط بالنسبة لمكتتبي عدل اثنين، أي الذين دفعوا ربما ملفاتهم سنة 2013، متى ستكون ربما قرار دفع الشطر الثاني؟ هي العملية سوف تسير على سياق العملية الأولى، يعني مكتتبي برنامج مكتتبي 2001 و2002 بنفس السياق وبنفس الكيفية وبنفس المنهجية. نطمئن من جهتي ثاني المكتتبي ثاني برنامج عدل اثنين، يعني مكتتبي 2013،
بأنهم سوف يكونون على موعد لاختيار المواقع تاعهم، وهذا ابتداء من 11 مارس إن شاء الله كما أعلن ذلك سابقا. نعم. ونزيد نأكد هنا كذلك يعني، ونزيد يعني بشرى حتى نزيد نرجع للوراء لمكتتبي 2001 يعني للورشات السكنية. نعم. هي في وتيرة يعني وتيرة جد عالية في الإنجاز، وبالتالي لا داعي للقلق يعني. كل مكتتبي 2001 و2002 إن شاء الله الملف هذا سيغلق في 2016، كون أن معالي وزير السكن والعمران والمدينة واللي وجه يعني تعليمات صارمة لكل المؤسسات والإنجاز القائمة على الإنجاز، أن المشاريع التي تنطلق في 2013 ستسلم في 2016، وهذا كذلك نزيد نقول باللي فيه سابقة، لأن كنا نعرف كل أن المشاريع كانت تراوح نفسها من لسنة إلى أخرى. نعم. الآن الأمور مضبوطة، ما على المواطن إلا أن يطمئن، ونطلب كذلك إنجاح العملية هذه، هو مكفول بتفاهم المواطن كذلك. طيب، وبالنسبة ل 2013 كذلك يعني راح يساهم في إنجاح هذه العملية. ونزيد نقول شيء آخر، لحسب ما علمنا كذلك من وسائل الإعلام اللي تنقلت إلى عين المكان يعني في على مستوى الجزائر في ملعب 5 جويلية، المواطنين يستقبلوا مقررات الاستفادة تاعهم بزغاريت. بالطبع شيء مفرح. وقال لك عبرنا عن رغبتنا في موقع ولقينا روحنا في موقع ومرتاحين جدا يعني. حقيقة حقيقة. طيب سيد مدني، فقط بالنسبة لاستلام قرارات التخصيص لسكنات عدل 2013. انا قلت يعني العملية على سياق سابقتها، عندما يتم اختيار المواقع يعني تتم عملية الامر بالدفع ثم المرور يعني. هي قضيه ماشيه مارس بعد الانتهاء من هذه الامر بالدفع ثم نمر الى تسليم مقررات الاستفاده. نعم. المسبقه. نسبه تقدم المشاريع السكن ل 2013؟ اقول واعيد، كل المشاريع يعني مشاريع انطلقت في ظروف جد حسنه، وتعرف يعني وتيره انجاز جد متقدمه. أنا ما أود أن أنبه إليه، لأن الكثير ممن يعني يركبون الموجة ويحوسوا يديروا يعني إشاعات وكذا إلى آخره، فلا داعي للاستجابة لهذه الإشاعات، لأنهم من زارعي اليأس والقنوط، وهؤلاء يعرفهم المواطن ومرفوضين تماما. نعم. أحمد مدني، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، شكرا جزيلا لك. أشكر.